أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة خضوعها للفيلر. بعد شائعات إجرائها عملية تجميل، ظهور مفاجئ لياسمين عبد العزيز. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب ياسمين عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ياسمين عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة خضوعها للفيلر. شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها بمقطع فيديو جديد تظهر فيه بملامحها الطبيعية عبر حسابها بموقع انستغرام، ويأتي هذا الظهور بعد أيام من إثارة الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل من خلال نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بشفاه منتفخة، مما أثار تكهنات البعض بأن تكون خضعت للفيلر. وبهذا الفيديو تنفي ياسمين عبد العزيز خضوعها لأي عمليات تجميل، ويتضح أنها استخدمت إحدى الفلاتر فحسب. ومؤخرا تلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز هدية مميزة من زوجها الفنان أحمد العوضي، وهي عبارة عن أغنية جديدة خصيصا لها تحمل اسم بحبك ويغنيها الفنان عمر كمال. يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل اللي ملوش كبير مع زوجها أحمد العوضي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي. بعد شائعات إجرائها عملية تجميل، ظهور مفاجئ لياسمين عبد العزيز. بعد أيام من تصدرها ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بملامح مختلفة، ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وبدت خلاله بملامحها الطبيعية دون تغير في شكلها، ولتتوالى تعليقات متابعيها أمر في كل الأحوال. وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث مؤخرا بعد إثارتها للجدل بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو أثناء مشاهدتها مباراة مصر والكاميرون، حيث ظهرت شفتاها العليا والسفلى متضخمة الحجم، وبمجرد أن رآها الجمهور اعتقد البعض أنه فلتر عبر التليفون المحمول، فيما اعتقد البعض الآخر أنها حقنت شفتيها وقامت بعملية تجميل بوجهها. وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت الفيديو عبر انستغرام ولم تعلق عليه، لتترك تكهنات الجمهور حول إجراء عملية تجميل التي اشتهرت بالفيلر. وعلق أحد المتابعين عبر الفيديو قائلا: ده أصبح شكل 80% من الفنانات في عصرنا الحالي. وعلق آخر قائل: فلتر صح ولا حقيقي؟ وكتب متابع آخر: يا رب يكون فلتر. وكتب آخر قائلا: أكيد ده صدمة الفوز. وقال متابع عبر التعليقات: أمان أنت بالذات ولا تغيريني بشكلك، قولي إنه فلتر. وعلق متابع آخر قائلا: حتى كده طالع أمر، اكذبي علي وقولي إنه ده فلتر. بهذه الطريقة ياسمين عبد العزيز توضح حقيقة إجرائها عملية تجميل. أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر ظهور لها، إذ بدت وكأنها أجرت عملية تجميل لنفخ شفاها، الأمر الذي انقسم حوله الجمهور. فالبعض منهم دعمها وقال لها إنها جميلة في كل حالاتها، بينما انتقدها البعض الآخر حتى أنها تصدرت لترند على مدار الأيام. وحسمت ياسمين عبد العزيز هذا الجدل على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مقطع فيديو بدت فيه بملامحها الطبيعية التي اعتاد عليها الجمهور، ليتبين في النهاية أنه كان مجرد فلتر. احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها 42 من خلال نشر فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، وظهرت خلال الفيديو وهي تطفئ شمعة تورتة عيد ميلادها. وحاز الفيديو على العديد من التعليقات من قبل الفنانين لتهنئتها بعيد ميلادها، فكتب الفنان كريم فهمي: كل سنة وانت طيبة. وقالت الفنانة بدرية طلبة: ربنا يحفظك. وعلق الفنان محمد محمود عبد العزيز: كل سنة وانت طيبة يا غالية، بالإضافة إلى العديد من تعليقات متابعيها ومحبيها. وحصد الفيديو على مشاهدات كبيرة، حيث أنه جمع أكثر من 443 ألف إعجاب في أقل من ساعة، وأكثر من 2500 تعليق حتى الآن الذي نشره أحمد العوضي. أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة خضوعها للفيلر.
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها بمقطع فيديو جديد تظهر فيه بملامحها الطبيعية عبر حسابها بموقع انستغرام، ويأتي هذا الظهور بعد أيام من إثارة الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل من خلال نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بشفاه منتفخة، مما أثار تكهنات البعض بأن تكون خضعت للفيلر. وبهذا الفيديو تنفي ياسمين عبد العزيز خضوعها لأي عمليات تجميل، ويتضح أنها استخدمت إحدى الفلاتر فحسب. ومؤخرا تلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز هدية مميزة من زوجها الفنان أحمد العوضي، وهي عبارة عن أغنية جديدة خصيصا لها تحمل اسم بحبك ويغنيها الفنان عمر كمال. يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل اللي ملوش كبير مع زوجها أحمد العوضي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي. بعد شائعات إجرائها عملية تجميل، ظهور مفاجئ لياسمين عبد العزيز. بعد أيام من تصدرها ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بملامح مختلفة، ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وبدت خلاله بملامحها الطبيعية دون تغير في شكلها، ولتتوالى تعليقات متابعيها أمر في كل الأحوال. وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث مؤخرا بعد إثارتها للجدل بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو أثناء مشاهدتها مباراة مصر والكاميرون، حيث ظهرت شفتاها العليا والسفلى متضخمة الحجم، وبمجرد أن رآها الجمهور اعتقد البعض أنه فلتر عبر التليفون المحمول، فيما اعتقد البعض الآخر أنها حقنت شفتيها وقامت بعملية تجميل بوجهها. وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت الفيديو عبر انستغرام ولم تعلق عليه، لتترك تكهنات الجمهور حول إجراء عملية تجميل التي اشتهرت بالفيلر. وعلق أحد المتابعين عبر الفيديو قائلا: ده أصبح شكل 80% من الفنانات في عصرنا الحالي. وعلق آخر قائل: فلتر صح ولا حقيقي؟ وكتب متابع آخر: يا رب يكون فلتر. وكتب آخر قائلا: أكيد ده صدمة الفوز. وقال متابع عبر التعليقات: أمان أنت بالذات ولا تغيرين بشكلك، قولي إنه فلتر. وعلق متابع آخر قائلا: حتى كده طالع أمر، اكدبي علي وقولي إنه ده فلتر. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب فيديو ياسمين عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.